هنتعلم النهارده ازاي نعمل سوفت وير لاجهزه السامسونج المختلفه باستخدام ابلكيشن اودن من غير ما يكون عندنا بوكس خاص للسوفت وير، ولا يعني بس كابل سوفت وير والجهاز نفسه وخلاص والفلاشه. طبعا اللي انا هحتاج اتعرف عليه اللي هو الداونلود مود اللي احنا شرحناه في اول كورس من السوفت وير. الداونلود مود ده انا بقدر ادخل الجهاز عليه عن طريق زرار الفوليوم داون وزرار الهوم وبتايد الجهاز. طبعا داونلود مود او وضع الداونلود ده احنا بنستفاد بيه لو عايزين ندي سوفت وير كامل للجهاز. طبعا هو لما بضغط على زرار الهوم اللي تحت وزرار الفوليوم داون بيجيب لي الرساله دي، بضغط فوليوم اب علشان كونتينيو علشان اكمل. ده وضع الداونلود مود. كده بقدر اوصل الجهاز على الكمبيوتر وبيقرا معايا وضع الداونلود. طبعا انا عندي كابل موجود مخصوص بيتباع في الاسواق دلوقتي، ممكن بس توصله هو يدخل الجهاز على وضع الداونلود اوتوماتيك من غير اما انا اعمل كومبينيشن بتاع الازرار او الزرار دي لو فيها مشكله ولا حاجه. بالكابل اللي متوفر عندنا بره بنقدر نوصله، بمجرد ما نوصله بس والبطاريه موجوده فيه بيخش على وضع الداونلود اوتوماتيك. هنمشي مع بعض دلوقتي على الكمبيوتر علشان نشوف طريقه الريفلاش او تحديث السوفت وير او اعاده برمجه الجهاز وضع سوفت وير جديد ليه. اللي انا بحتاجه طبعا في السوفت وير هو بحتاج برنامج الكيس، بنزله سامسونج كيس من على الموقع بتاع سامسونج نفسه علشان خاطر يعرف الدرايفرز او يعرف الجهاز على الموبايل على الكمبيوتر. طبعا بخش على موقع سامسونج عادي وبدخل على الدعم وبختار أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الجوال، الهواتف الذكية، وبلاقي عندي برنامج سامسونج كيز. ده بعمله داونلود عادي وبسطبه عندي، وهو ده البرنامج اللي انا بحتاجه علشان الدرايفرز او علشان التعريفات. ايه اللي بحتاجه كمان؟ بحتاج الفلاشة بتاعة الجهاز والبرنامج اللي هيفلشه، برنامج الاودن. في عندنا موقع اللي هو ايزي فيرموير، ده يعتبر موقع ممتاز في فلاشات معظم الاجهزة اللي موجودة منها سامسونج. طبعا ده في منه ممكن تعمل عليه اشتراك شهري، والاشتراك ده تقدر من خلاله ان انت تعمل داونلود، بس طبعا بيبقى بيد اكونت، بيبقى تقريبا له مبلغ معين في الشهر، وبتقدر تحمل ليك ليميت معين طول الشهر تعمل بيه داونلود. هو الميزه في الموقع ده انه وانا بدخل بريح دماغي فيه، كل الموديلات موجوده زي الهواي، النوفو، جي تايد، سامسونج مثلا، في كميه فلاشات كبيره جدا. ممكن ادخل فيرموير، وفي حاجه فيرموير ارابيك لسه اندر كونستراكشن المفروض. بدخل هنا على فيرموير بلاقي كل الموديلات موجوده، مثلا موديل زي الموديلات اللي بتبتدي بحرف الاي، دخلت عليها هلاقي معظم الموديلات هنا موجوده عندي. انا طبعا منزل الفلاشه اي 82 62 منزلها موجوده عندي، اللي بقدر انزل بعرف اللغه اللي انا عايزها عن طريق المكان او طريق البلد المحطوطة جنب اللغة، هنا فيتنام، هنا يونايتد ارب، كازاخستان، روسيا. طبعا اللي هنعوزه اللي هو يونايتد ارب، واصدار سوفت وير 4.1.2 ده اصدار السوفت وير اللي موجود. بعمله بس داونلود، وبعد ما بعمله داونلود بينزل عندي في هيئة ملف زي ما احنا شايفين. هو ده الفولدر، هلاقي عندي الملف اهو بتاع السوفت وير نزل عندي، بيبقى مضغوط، ولما بفرده بيبقى امتداده قطار. طبعا انا اللي بحتاجه برنامج الاودن، وبحتاج الفلاشه، انا نزلت الفلاشه من موقع ايزي فيرموير، وبرنامج الاودن برضو ممكن اجيبه من نفس الموقع، موجود على الموقع نفسه. ممكن اسيرش عليه هنا،
واكتب اودن. كل الفيرجنز بتاع الاودن موجوده هنا. اقول ايدن فلاش تول، ممكن اجيب اي فيرجن انا عايزه. بعد ما بعمل داونلود للبرنامج بتاع الاودن بيبقى عندي الاصدارات اهي كلها اللي موجوده 3.7، ده اللي انا محتاجه. عملت داونلود ليه برضو موجود عندي هنا، وفكيت الضغط بتاعه. طبعا بفتح ال فتحت البرنامج خلاص. باجي هنا على بي دي اي وبختار الفلاشة موجودة عندي اللي انا نزلتها، تمام. هو بعرف ان الجهاز قاري معايا من الاي دي ده. لو الجهاز مش واصل مش هيبقى فيه هنا اي حاجة موجودة او مش قاري الكم بتاعه. هو طبعا بيعمل دلوقتي تشيك للملف، يقول لك بليز ويت. كده قرا الملف خلاص. كل اللي هعمله هسيب كل حاجه زي ما هي، مش هعلم على ريبارتيشن ولا هعلم على اي حاجه، وهديله ستارت. هو طبعا كده بيدي سوفت وير او بيدي اصدار تاني، او بيعمل ريستور للتليفون تماما للفيرموير اللي موجود عنده. في عندنا طبعا سوفت وير برضو او اصدارات من السوفت وير بتبقى عباره عن فلاشه 4 ملفات، بيبقى فيها ملف البوت لودر لوحده، ملف البي دي اي لوحده، ملف الفون، وسي اس سي لوحده. طبعا في حاله انا بدي للجهاز فلاشه 4 ملفات، بحتاج ملف البت اللي هو ريبارتيشن. بمعنى ايه؟ انا هوضح الصوره كده اكتر شويه. انا بدي دايما فلاشة بتبقى كاملة 4 ملفات للأجهزة اللي ببقى عامل لها ريف، ببقى عامل لها بوت. لو جهاز فيه مشكلة في البوت وانا عملت له ريف او اديته فيرموير للبوت، بضطر ان انا اديله فلاشة 4 ملفات وفيها كمان البيت فايل. لازمة البيت فايل ان هو بيعيد تقسيم الذاكرة الداخلية وبيرتب الفلاشات داخل الاي سي بتاع الذاكره الداخليه. طبعا في حاله ان انا حطيت البيت فايل هضطر ان انا احط 4 ملفات، ولازم اعلم على ريبارتيشن. لو انا علمت على ريبارتيشن وانا ما عنديش بيت فايل، ممكن الجهاز يموت او ما يرضاش ياخد سوفت وير مره تانية الا ما بعد ما تعمل له ريف او تنزل له ملف بوت جديد عن طريق اي بوكس من البوكسات المتخصصة زي الريف بوكس. ده اشهر بوكس موجود عندنا بيعمل بيدي بوت للجهاز. او في طريقة تانية ان انا ادي بوت للجهاز عن طريق الميموري. في بعض الاجهزة عندي زي النوت 2 وزي الاس 3 بعمل له ملف بوت وبنزله له على ميموري كارد، وبقدر افلش البوت بتاع الجهاز من الميموري كارد.
كده ادام الريسيت، يبقى كده خلاص الجهاز اتعمل له سوفت وير كامل وتمت العملية بنجاح. بعد ما عمل سوفت وير بيجيب الشاشة اللي عليها الاندرويد دي وهيعمل ستارت مرة تانية وهيفتح بشكل طبيعي.